مازن غنايم رئيس بلدية سخنين. يعني أن يتحدث في البلد أنه موظفي بلدية سخنين طالعين لرومانيا حوالي 41 مستخدم في ظل الظروف الاقتصادية الأدي الصعبة، وإحنا نتحدث أنه في كثير من المستخدمين اللي بالكاد يلحقوا 4-5000 شيكل، وفي كبار الموظفين أصحاب ال 500 و550 ألف شيكل سنوي بكلف بلدية سخنين. من المسؤول عن سفر هاي المجموعة؟ صدقني أخي أمين، بسمع لأول مرة أنا، علشان هيك في عنا اليوم مدير لجنة الموظفين. المفروض أنا بعد هذا الخبر اللي أنا بسمع منك لأول مرة وإسا سمعته من إحدى الموظفين يعني قدامك كان الحكي، إنه نستدعي الأخ نمر خليلي نسمع منه يعني بالتنسيق مع مين، وهل فجأة هذول الموظفين اللي أنا اليوم بكل لهم كل الاحترام ومتعاطف معاهم، يعني اللي بغضوا 5 أو 6 آلاف شيكل ومسوي قاعدين نسوي حرب مع وزارة الداخلية عشان يرفعوا معاشاتهم، فجأة بيطلعوا على رومانيا وهالقد الوضع مليح؟ فقبل ما بدي أنا أحكي، المفروض أدعي الناس المسؤولين، الناس اللي أخذوا هذا القرار على راسم رئيس اللجنة الأخ نمر خلالي، ونسمع منه مين اللي خطط، مين اللي برمج، مين اللي بده يدفع، وفجأة هالقد الوضع صار مليح علشان إحنا نطلع خارج حدود هاي الدولة. حتى السؤال إذا هلأ إشي هذا الإشي قانونيا مسموح أو غير مسموح. فعلشان هيك إحنا تعودنا بالأول النادي الناس المختصين نسمع منين، وبعدية بوعدك أخي أمين من خلال موقعك نطلع بيان رسمي.